رجعنا لحضراتكم تاني وانضم لنا زي ما قلت لحضراتكم لا يمكن انه يتقال ضيف، ابن البلد دي، ابن البلد دي في كل مناحي الحياة، ابن القوات المسلحة، ابن الصحافة، ابن المهنة دي، راجل صاحب كلمة. عشان كده أول حاجة أعملها مفيش دبوس في وجود العميد والكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأخ الكبير سيادة العميد شوقي حامد. منور يا كابتن. أهلا بيك كابتن عصام، وأنا يعني الحقيقة قدام كلامك ده بتضاءل خجلا وتوارى. يعني أنا معاك، بحس إن أنت أخ شقيق، ربنا يخليك، ودايما أنا في عينك أكبر من حقيقتي. يعني بالعكس، بالعكس، بأعمال حضرتك وبأخلاقك وبحرصك على البلد ديت الحقيقة، وأنت فعلا صاحب كلمة وصاحب موقف، والله ما كلام، وعلى ما أظن إنه يعني جماهيرك بتقول كده، وهي خليك يعني من خليك كل قطاعات الشعب، لا هي ايضا يعني الناس اللي هي الفخمه، بالعكس انت يعني ولاد الشارع المصري الطيبين اول ناس بتبقى مستنياك. ما اظنش وانت القطب الاهلاوي الهوى يعني ان انت عندك اي ازمه مع الزمالكاويه، صح ولا لا؟ لازم الزمالك حد ينكر ان الزمالك ده مدرسه فن، مدرسه كوره، مدرسه لعب، مدرسة يعني قطب من أكبر أقطاب الرياضة المصرية. أنا هنا لسه بادئ صحافة جديد، كنت أروح أغطي، كان كابتن نعمان عارف أن أنا عندي ميول أهلاوية، فيبعتني أغطي تدريبات نادي الزمالك في نادي الزمالك. أقوم أروح ألاقي الكابتن الكبير قوي محمد حسن حلمي، جنبيه الكابتن جورج سعد، وجنبيهم أحيانا الكابتن حنفي بسطان. هم بصوا لي كده، انت جاي ليه؟ اقول لهم جاي اغطي اشتغل. انا جاي اشتغل. يقول لك يا اخي خليك في بيتك واحنا هنديك اللي انت عايزه. هو ما يعني ايه على سبيل على سبيل الدعابه يعني. فانا كنت ابص للناس دي على انهم فعلا، والله العظيم يا عصام انا مش بتزايد، انا شفت الكابتن محمد حسن حلمي، محمد حسن حلمي زموره، وهو حكم دولي، كنت انا طالب في السعدية الثانوية، كان في حاجة اسمها سدسيات الزراعة، كلية زراعة طبعاً. فكنا بنتابع، احنا يعني متربين في الملاعب، ملاعب السعدية والزراعة بالظبط كده، اخرج من السعدية على انا شفت الكابتن حسن حلمي وهو بيحكم، الناس قاعدة في المدرجات بتاعته، ملعب كلية زراعة دي ومدرجات صغيرة، تتهيب من مجرد نزوله وتزرر الجاكيت احتراما ووقارا لحسن حلمي، وهو هذا القاضي وهو يدخل الملعب. عمري ما شفته لابس قميص نصكم، يلبس بدله تحكيم كامله، بدله سوداء، يعني كانه داخل محراب رسمي. فالناس دي علمتنا ايه الكوره وايه التعامل وايه الصحافه. كن يعني الناس دي المقاسات صغرت، عشان كده بقى في نص كم وربع كم في الافعال كمان، مش في القمصان يا سياده العميد. وانا قصدي يعني انه انت من الناس اللي متفق عليها الشارعين الاحمر والابيض، لانهم بيروا عندك مصداقيه، ولا ابدا غضاضه ان حضرتك بتبقى موجود في احتفاليات للزمالك او مباريات وتلاقي نفس الاقبال من جمهور الزمالك اللي هو صاحب المشهد، زي جمهور الاهلي انه يقول لك يا كابتن شوقي كذا، حتى لو اختلفوا معاك بيبقوا مصدقينك، مش حاسين ان انت ابدا ممكن تكون المساله عندك صغيره. فكره الاهلي والزمالك هم عارفين ان معركتك ان يبقى في البلد دي اصلاح، وعشان كده يعني لازم اخدك ونروح فعلا النادي يكون فيها قبل ما معلش بقطع فيها صدق، ايوه فيها احساس، فيها وطنيه. في ناس كتير قوي عادية أصحاب بطولات. أنا بتعامل مع ناس من القوات المسلحة ومن الشرطة عن قرب، بتشيل قلبها وبتشيل روحها على أيديها كل لحظة كل ساعة، وانت عارف الكلام ده كويس. وفي الأسر بتقدم يعني أبطال متواريين مخفيين، أبطال حقيقيين بيقدموا للبلد أرواحهم بمنتهى اليسر والسهولة. يعني إحنا لازم يعني نركز شوية، نخلص شوية، نصدق شوية مع الناس. أنا هقول لحضرتك في آخر الانتخابات اللي قبل الأخيرة للزمالك، فوجئت إن الكابتن حاتم زكريا ربنا يديله الصحة
كابتن شاوي انت اللي هتغطي انتخابات الزمالك. انا اللي قلت له انت يعني، قال لي هتغطيها يا عم، ده انا ما بخش الزمالك الا باجراءات تحفظيه. قال لي هتغطيها. اسال الناس اللي كان مترشح انتخابات، دكتور كمال درويش، رؤوف جاسر، صبري، الناس ديت كانوا لواء صبري سراج، ده اخ عزيز لواء صبري سراج طبعا، بطل من ابطال القوات والسلاح فيش كلام. الناس ديت الحقيقه حسستني ان الزمالك ده فعلا قلعه ومصنع رجال وابطال. يا سبحان الله، نظافه والتزام وصدق وبعدين بقى احنا كممبر اعلامي بندي كل واحد حقه تمام. انا فوجئت ان بعد كده جايلي الاخ مجدي العتال بيشكرني على حياديتك حتى بينهم هم كمرشحين. هو ده زي ما قلت حضرتك، عشان حضرتك بتشعر دايما انه الواحد بيجامل حضرتك، ابدا هو ده حضرتك يعني أجندة مدون فيها أعمال حضرتك سبحان الله. الحمد لله. لازم نروح ونقول الأهلي واللي بيجرى وإيه الحكاية. شوف الأهلي على فكرة في أزمة منذ سنتين، منذ تولي المجلس الحالي. المجلس الحالي داخل مش على أرض مفروشة بالورود، لا، كان داخل على أشواك، في مشاكل معلقة، في ميزانيات مش متظبطة، في سيولة مفقودة، في موارد ضعيفة، في حاجات كتيرة قوي. الحقيقة لما جم مجلس الإدارة بقيادة محمود طاهر يعني يبند أو يوضب المشاكل، لقى إن مشاكل النادي الإدارية أولى وأهم من مشاكله الرياضية. تصور، وده برضه ممكن يكون من الأخطاء، إنه تصور إن المشاكل الاجتماعية والعضوية والإدارية للنادي أهم من المشاكل الرياضية، فانتبه للمشاكل التانية، مع إن الرياضة في الأهلي تجوب الكل، تجوب الكل، والجماهير الرياضية ما جاتش للأهلي على الاداريات بتاعته، لا دي جت للأهلي ولا عشان مبنى ولا عشان موظف كويس على الفنيات ولا الموظف بتاعته التاني وحش لما انتبه مجلس الإدارة ان في مشاكل رياضية اعمق. كان السيزون فات كان الدوري ضاع، كان بطولة افريقيا على وشك، الامور دي كلها عملت له هزة، وعملت هزة في الشارع الرياضي الجماهيري اللي انا ازعم ان هو تلات ارباع شعب مصر. مؤكد. تمام؟ ابتدى يرمي بسرعه، عارف بقى لما تكون قارب مال فالناس بتيجي الناحيه الثانيه، مال الناحيه الثانيه، وانت بتقدر رحت مايل برضه ملت بقى كتير، جبت صفقات وجبت وبعدين ربنا وقعنا في مدرب ضيع كل حاجه. جريدو. وانا للاسف يعني انا كتبت كتير، وحتى على فكره كانوا هم بيدونا مساحه حريه في النادي الاهلي ان احنا نقول ونكتب الكلام ده في مجله الاهلي. وانتوا دايما فريق عمل المجله الحقيقه كنتوا بتفخروا بده قدام اي منظومه يعني احنا عندنا مساحه ملونه او ممنهجه يعني. احنا عندنا مساحه حريه. انا بقول انا الاسبوع ده كاتب كلام منتقد فيه فريق الكوره ومنتقد فيه بعض الاخطاء، ولم تمثل المقاله لم تمثل لم يتحذف منها حرف. صحيح. والحقيقه دي ظواهر حمراء، دي مدرسه الاهلي، دي منظومه الاهلي حمراء. يعني انا هقول لك مثل، انا في انتخابات صالح سليم الله يرحمه مع الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، الله ايامها انا كنت واقف مع الكابتن الوحش ولا غضابه، وكتبت وكنت في الاخبار بكتب، وراحوا ناس للكابتن صالح سليم يوم ما نجح قال له شوقي كان ضدك، انا الاوان ان نصفيه. لا يوميها. والله يا عصام، فعذرا انا بقول لك عصام انت اخويا يعني، اخويا الكبير يا كابتن شوقي. قالوا له نصفيه جسديا، قال لهم شوقي حامد كان ضدي وكان مع الكابتن الوحش وبيقول وبيعلنها. هو بيشتغل صحيح متآمر ليلي يعني. انما في ناس كانت مع الكابتن الوحش وكانت بتقول انها معايا، وديت بوشين انا عايز وش واحد.
انا مره اترفدت من النادي الاهلي من مجله النادي الاهلي رجعني صالح سليم بنفسه. اترفدت حلوه اترفدت والله كابتن نعمان يعني. فانا عايز اقول لك ايه، منظومه الاهلي تسمح لنا بان احنا ننتقد او ننقد انفسنا. صحيح. فقلنا واتكلمنا والناس بتحاول وفي محاولات. الخلافات دي على فكره موجوده طول عمر النادي. الظاهره السلبيه الاكيده والظاهره قوي دلوقتي ان الخلافات بتبرز على الساحه الاعلاميه، بتناقش على صفحات الجرايد والشاشات. وده ليه؟ لان في عناصر وافده، عناصر مش صادقه، عناصر خاينه بترتدي العباءه الملونه بتاعتنا لانها في ظروف مهنيه عايزه كده، عايزه ارتداء العباءه، فالامور بتطلع. ما دي ادي النيله. شوف انت بتقول ادي النيله لان ده يعني انت مخترق من جواك، والكلام ده اتقال مش جديد يعني. في بعض الناس للاسف الشديد بتسرب، مش بتسرب علشان الكلام بالتسريب ومش التسريب والتقرير اللي متسرب ده، لا، في ناس من جوه اجتماعات مهمه بتطلع على الهواء. انا كنت قاعد معاك مره، كنت قاعد مع هنا في الاستوديو ده، واحد الساده طلع قال كلام غير اللي اتقال جوه. فيعني احنا عايزين نقول ايه؟ في خلافات، ده كلام جميل، وكون ان انا اختلف مع حضرتك ده شيء يثري القعده، لان في الاخر هنلتقي. اختلفوا زي ما انتوا عايزين، بس خلوا مصلحه الاهلي هي الاساس، هي سبب الخلاف. انما انا بقى عايز شو، وعايز اعمل تربيط، وعايز الم الناس، وعايز اوزع حبات واعمل مكتسبات، ما كانش الاهلي كده عمره. وعلى فكره الاهلي اذا كان بيعاني في الفتره الحاليه من بعض الدخلاء فهو قادر زي الجسم بتاعنا يلفظهم، بيرفضهم. العضو الوافد غير الصالح او الطالح، جسد الاهلي قادر دائما على لفظه. ده الجسد بطبيعته، لكن ماذا عن الاجراءات؟ هل الاهلي محتاج اجراءات؟ هل يعني السيد حسن مصطفى، كابتن ابو زيد، سمعنا عن مبادره ربما فيها حبابنا كمان سمير زاهر، سمعت الكلام ده، هل هي فاعله ولا متاخره ولا متاجله ولا مالهاش صدى؟ شوف، ازعم ان انا يعني كنت في فتره بتكلم مع كابتن المهندس محمود طاهر وقريب منه يعني. هو يعني مش بتاع مبادرات، هو لو شايف ان مصلحه الاهلي هتضطره الى تقديم تنازلات هيتنازل. مصلحه الاهلي فين هيعملها؟ بصرف النظر بقى عن سمير زاهر وطاهر ابو زيد ودكتور حسن مصطفى، لا، هو شايف مصلحه الاهلي. لو قادر على انه هيعمل مصلحه الاهلي في بقائه هيبقى، لو شاف ان مصلحه الاهلي مش في بقائه لن يعود مهما كان، لن يعود مهما كان. رهانك ان محمود طاهر اهلاوي لن يفعل الا ما هو لصالح النادي بس. كون بقى ان دكتور حسن يتدخل من بره الاخوه هنا، انا سمعت مره من كان في بعض الوسطاء عشان يلموا الدور بين المهندس محمود طاهر والمختلفين معاه من خارج النادي وليس من داخله. قال الكلام ده كله ما يفرقش معايا، انا بشوف فين مصلحه كده نصا. اذا كان في حد عايز يلعب دور معين يلعبه، بس بعيد عني، انا مش محتاج حد يعمل لي فرشات وجسور ونصا كده. اذا كان حد عايز يلعب دور معين هو عايزه لصالحه مش لصالح انا. انا بدور فين مصلحه الاهلي وبشوفها واعملها، او هكذا يرى انها مصلحه النادي الاهلي. وعشان كده هو على فكره من يعني محمود طاهر من النوع ايه اللي اذا شاف المصلحه في عدم تواجده لن يتواجد، لن يتواجد. بدليل ان هو مش النهارده الكابتن سمير زاهر اللي بيقولوا ان هو بيقوم بدور ومبادره لاصلاح ذات البين. طب هو مع سمير زاهر ساب له المركب ومشي، مش حصل؟ حصل. وحاولوا يعدوه باي كيفيه، قال لك ورفض حتى فتح الملف. خلاص، هو شاف ان دوره هنا انتهى انتهى، هيمشي.
لو شاف ان دوره في الاهلي كراجل بيصلح يعني تراث او مشاكل عالقه مش قادر يلعبه هيمشي. ايه اللي حصل بين محمود طاهر واحمد سعيد؟ في مثل يقول لك ايه يا كابتن عصام؟ احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره، فربما انقلب الصديق عدوا فكان اعلم بالمضر. الله، فكان اعلم بالمضر. محمود طاهر ازعم ان هو اللي قدم الدكتور احمد سعيد. انا شخصيا بكل تاكيد انا شخصيا لما جيت اتعرف على القائمه بتاعت الدكتور بالمهندس محمود طاهر، عدم معرفتي ما كانش وصل لي ان انا اعرف الدكتور احمد سعيد. فسالته عن اسمه وقدمته بالطريقه اللي تليق بيه. معنى ذلك ان اللي قدم الدكتور احمد سعيد للمحافل الاهلاويه هو محمود طاهر بكل تاكيد، مش وكان احمد سعيد قريب جدا جدا من محمود طاهر الفتره اللي فاتت. كون ان يحصل تربيط في المجلس بزعامة الدكتور أحمد سعيد، معنى ذلك أن هناك شرخ في العلاقة ما بين الاثنين، وهذا ليس في صالح النادي بصراحة شديدة. أحمد سعيد، محمود طاهر، أو أي اثنين في الوضع ده، في الزمالك، في الترسانة، في إدارة الدولة، لما بيحصل ده ممكن يتلم. يتلم اذا النفوس تصفى. لا، النفوس مش هتصفى، بس يتلم اذا ايه، انا وحضرتك يعني انا النهارده شوف انا بعزك قد ايه وانت اخويا، حصل مشكله وحصل خلاف وجهه نظر وصادع، واحنا الاثنين اسر متحابه وعلاقات وطيده قوي، هنعلي خلافنا الى الهدف بتاعنا. الهدف ايه؟ العيله تفضل موجوده. العيلة نبص لها ايه؟ العيلة الاهلي. لو على كل منهما مصلحة الاهلي على مصلحته الشخصية او علاقته الشخصية هيتفق في نقطة يتجاوزوا الصدع، حتى لو ما رجعوش بثقة الاصدقاء تاني. لكن هيبقى في قواعد العيلة ترجع متماسكة مقابل بقاء، والمصلحة العليا للنادي هي اللي تبقى، هي اللي تستهدف، هي تبقى الغاية. انما العلاقه اللي بيني وبينك، يعني انا ازعم ان لو الدنيا تربقت وان القايمه دي هتخش الانتخابات مره تانية، لن يكون احمد سعيد نائب محمود طه. لن يكون، لن، لان هي ايه الخلاف بقى ايه مبدئي، انا وانت مش متفقين، مش هنكمل. انما احنا دلوقتي متواجدين في موقع مسؤوليه، لابد ان نطلع بالمسؤوليه بتاعتنا اطلاع جيد، لان اللي ورانا مش مصلحتنا الشخصيه، لا، مصلحه اعلى منها. انتهى دور المجلس ده ولا في عوده وفي اعلاء للصالح العام الاهلاوي، ولا في مارس زي ما بيتردد في بعض الجبهات في النادي الاهلي، ولا يمكن ان نصف ايهم يعني بالمتآمر او المؤامره. هم بيقولوا كلام شبه اللي احنا قلناه، الدنيا بتخرب بسبب الصدع. هل ممكن في الجمعية العمومية للنادي الاهلي القادمة يتكرر مشهد كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، كابتن صالح الله يرحمه؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد. والحقيقة جمعية عمومية بتاعت النادي الاهلي دايما عودتنا انها من الجمعيات الرشيدة العاقلة، غير الضحلة، بالعكس عميقة قوي. واحنا مرينا بظروف زي دي، والمنافسة كانت بتصب في مصلحة النادي. إذا كان مصلحة النادي لن تبرز كغاية سامية في الفترة الجاية، الجمعية العمومية هيبقى لها رأي. يعني التسريبات، مشاكل، كل ما يحدث، هل هيؤثر بعد عودة الدوري على الفريق اللي الناس بتحلم ان يستعيد امجاد الاهلي؟ ومين بقى المره دي؟ ده شعب جمهوريه الاهلي، مش بس الحكومه اللي هي الجمعيه العموميه. اتعلمنا في النادي الاهلي برضو ان الكوره لن تتاثر بالعلاقات القياديه والمسائل الاداريه. الجهاز الكوره دائما ينقو
العناصر بتاعته عن المشاكل الفوقية. هو كده كده واخد حقوقه كاستقرار، في فلوس بتتوزع، في مرتبات بتتصرف، في معسكرات بتتعمل، في شغل بيتم. جزء من الموضوع مش هقول الخناقة لجنة الكرة وبالتالي الإشراف على كرة القدم. على فكرة هيتحل ازاي ده؟ لجنة الكرة سواء الحالية أو اللي سابقة أو ما كانش فيه لجنة، كانت أحد المشاكل اللي كان لازم تتراعى وأحد تطرع. الأخطاء. وأنا قلت ساعتها نصا كده، إذا كانت هذه اللجنة لجنة شكلية يجب أن تستقيل أيا كان اللي فيها، بدليل أن بعد كده وليد صلاح الدين استقال. صحيح. يعني النهارده يا وليد قال يعني للمقربين منه، لانه زي ما انت قلت في الاهلي ما حدش بيطلع عشان يعني يفضح الاشياء، مش اشياء خطيره لكنه ما اعتادش الكلام، قال ان هو نفس كلام حضرتك ما لقاش جدوى، يعني ما عرفش هو موجود ليه. يا راجل لجنه الكره ديت اعلنت تجديد الثقه في فتح مبروك في بدايه الاسبوع مثلا، في نهاية الأسبوع سحبوا الثقة من فتح مبروك وأقلوه. أنا قلت ساعتها اللجنة دي لو عندها ذرة إحساس لازم تستقيل. لازم تستقيل. لازم. حاجة من اتنين، يا أنا تسرعت في إبداء الثقة، يا أنا فرض عليا كلمة الثقة. وحاجة من اتنين، أنا شغال، أنا يا كابتن عصام أنا أرفض أن أكون إمعة أو أكون طيشة. طبعًا. انت قاعد على كرسيك لك صلاحيات باختصاصات، هتاخد صلاحيات لازم تقوم بشغلك، مش هتاخد صلاحيات انت قاعد ليه؟ هل وليد صلاح الدين واللجنه اللي كانت مشكله كانت ناقصه شهره؟ لا، ناقصه مكانه، ناقصه اي حاجه، وهي اللجنه دي اصلا متطوعه ما بتاخدش فلوس. لا طبعا كلهم كده، يعني انا طارق سليم بقامته ربنا يديله الصحه والعافيه قال لك انا لو شغلوني فرد امن على البواب هشتغلها. صحيح. وكان بيقولها بصدق. اذا رجاله الاهلي اللي بيشتغلوا مش بيبصوا على اي مكتسبات، لكن اذا كنت هتشغلني بديني انا، وقفني على البوابه بس قول لي اختصاصاتك 1 2 3 10. ما تقوليش لو لقيت واحد لابس جاكيت واسمه شاور ما تدخلوش، اما اجي ما دخلوش تقول لي لا دخله. ما ينفعش. اديني صلاحيات هتلاقيني بشتغل بصدق، وهي دي رجاله الاهلي. دي الحاله كانت في النادي الاهلي. الحقيقه لا، كان اتقال فين لجنه الكره؟ مفيش لجنه كره. طب ما هو صالح سليم مكان لاغي لجنه كره. لما الكابتن طارق ابو زيد عمل شويه مشاكل فيها قال لك مفيش لجنه كره، بس صالح سليم كان يقدر يشغل كره العالم. صحيح. مش كره الاهلي. صحيح. النهارده لما اتقال مفيش لجنه كره عمل ايه المجلس؟ راح معين 3 شكليا عشان مش انتوا هتعملوا لنا مشاكل. في لجنه كور. اللجنه دي في خلال اسبوع اخذت قرارات غريبه جدا وعكسها. اذا هي ليست نابعه، القرارات دي ليست نابعه من اللجنه. اذا اللجنه شكليه يبقى بلاها. هل محمود طاهر فعلا كان اسير لفكره انه شعر لضخامة الجبهة اللي كانت بتؤازر منافسه إبراهيم معلم، فشعر إنه أسير لكل صوت إداله ورضخ لحاجات كتيرة، يعني ممكن تشبهها بفواتير انتخابية؟ الحق أنا مش شايفها كده. أقول لك، أنا هو محمود طاهر لما دخل لقى تلتال مشاكل. لقى جبال مشاكل. مش بنذم وبنعيب في المجلس السابق، لا، مجلس السابق بتاع حسن حمدي والخطيب كان من اروع وانزى وافضل المجالس اللي مرت على النادي الاهلي، واكدوا كان ماشي النادي في ظل تلاتيل المشاكل. ايوه، إن مصر كلها كان فيها مشاكل. صحيح. دخل محمود طاهر لقى في ديون، لقى في توقف، ما لقاش في جماهير، ما لقاش في تسهيلات للاعضاء، لقى مثلا في صاله اتعمل نصها واتوقفت بقالها 5 6 سنين. مفيش تعريفة للصالة دي تتكمل. حاجات كتيرة قوي. هو في خضم المشاكل دي غرز. والمستشارين بتوعه المؤسف، المستشارين بتوعه منبهوش. منبهوش.
انا اصل يعني وضع ثقه في من لا يستحق. هو نقول ان بعض المستشارين ما كانوش على مستوى الاستشاره، المستوى الاحترافي للاستشاره ولا النفسي، ان هم عايزين يغرقوه، مش يغرقوه، هو عايزين يعني يخلوه يصادم اشخاص هم مش عايزينهم. لا انا اعتقد الاحترافي. الاحتراف لان لو هم محترفين بصدق كان قالوا له ان مهما عملت في النواحي الاداريه والعضويه واتغلبت ماتش كل ده هيتنسي، ولا حد يعرفه، ولا حد يعرفه، وده اللي حصل. لكن يلا ماشي الكوره وبعدين رتب الدار الاداري. احنا لا، الامور تمشي مع بعض يا راجل. الموسم بتاع جريدو ده يا راجل، ده انت اتغلبت من الرجاء، ده الاهلي اتغلب من الرجاء، انا اتغلبت من المقصه امبارح، الاول امبارح مش اشكال، انما انا اتعادل مع الاسيوطي، واتغلب من المقاولين، واتغلب من الرجاء، واتغلب من الاتحاد اربعه، هو في ايه؟ مفيش اهلي، مفيش اهلي. فديت عملت لهم ازمه. طاهر الشيخ كان المفروض ساعتها يبادر باجراءات اصلاحيه وانقاذ ويقدم واحد اثنين ثلاثة، يقدم، كان لازم يقدم، ويقدم خطه عمل، يقدم رؤيه، لانه طاهر من الملعب خلاص ما حصلش. وعشان كده برضو المهندس محمود طاهر قد يكون اغفل الكابتن طاهر الشيخ في فترات كتيره، لان طاهر من النوع الصموت الهادئ الذي لا يتكالب على المناصب. هو تكوينه كده، راجل مش غاوي ابهار ومش غاوي اضواء. لا طول عمره انا كنت اطلع انا وهو في الاضواء او في المنابر الاعلاميه، ناس كتير قوي ما تعرفش مين طاهر الشيخ، كنا بنروح له الان ورسالة نزوره في مكان عمله، لان هو قيمه. الحقيقه يعني ايه، ما عملش، ما بادرش، فحصل ان في اغفال، حصل ان في صدام، ان ازاي انت في كوره ما يتقالش، طب انت كنت فين قبل كده من الكوره؟ فاض بيكيل، وهو كان فين قبل ما يفيض بيكيل؟ ما علمت انه كان خايف من انقسامات. هو عموما على خلفيه اللي حضرتك قلت، انه راجل ديسنت ومحب للاهلي ويخشى انه يتقال عايز منصب. يا كابتن عصام، حاله كره القدم في الاهلي منذ ان تولى الكابتن محمود طاهر كانت تستدعي مبادرات ومبادرات ومبادرات. وبما ان طاهر الشيخ جوه كان لازم من اول، كان لازم يقدم على طول في حاجات كده كتيره كانت محتاجه، صحيح محتاجه اولاد الاهلي يخشوا فيها. الحقيقه لا، فيها مط، فيها يعني ترهل. صحيح. طب يعني عشان نسهلها اكتر، ومعانا قطب يعني من اكثر الناس درايه بالملف الاهلاوي، معلومات بقى مش تحليل من هذا المحلل العظيم كابتن شوقي حامد، معلومات بقى الناس راجعه للم الشمل. انا اتصور ان المهندس محمود طاهر رغم الظروف الصعبه اللي فيها، وربنا يشفي ابنه يا رب ويرجع له يعني الرحله دي، بس بس عشان ما حدش يفت، انا اسف يا ستر عميد، ويقول اصل ما بيردش على حد، الراجل عنده ظروف لم يفصح عنها. طبعا مش زي ما الكابتن طاهر الشيخ سكت، لكن ده المره دي ابنه يعني. اعتقد ان هو هيجي يغلب مصلحه الاهلي على كل اعتبار، إذا كان شايف استمراره في لم الشمل، سيبك من لم الشمل، في مصلحة الأهلي، ما أنا قصدي ويعود بالأهلي للطريق السليم، للطريق الصح، الأصح مش الصح، الأصح، هيرجع وعندوش مانع يعمل أي حاجة. على فكرة محمود طاهر لا يتحرج من إن هو زي صالح سليم كده، هو تربية صالح الحقيقة، أو ماشي على نهج صالح. صالح كان يقول لك، انا مره بقول له حضرتك هترشح نفسك للدرجه، قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي من غير ليه؟ لا. وهو ده اللي خلى برضو الدكتور حسن مصطفى اتشق عليه، لان قال لهم ادوني، لما لقى الامور بقى وسعت قوي من الاهلي، قال لهم ادوني اسبوع افكر. وكان الكلام ده يعني الناس عايشه، الدكتور حسن مصطفى كان في بيت عادل القيح، قال لهم ادوني فرصه فقط. بعد اسبوع قولوا هي، قال لهم لسه ما خدتش قرار. شوف صالح سليم بجلاله قدره كان
متحفظ ومتخوف من ان هو رش نفسه لرئاسه مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. وده اللي خلى الدكتور حسن مصطفى قدم. بعد ما الدكتور حسن مصطفى قدم للترشح قبل صالح سليم انه يقدم، وحصل بقى برضو كانت الفرقه وقتها لانه راحوا للدكتور حسن مصطفى قالوا له لازم تسيب ده اخوك وصديقك، وبعدين كابتن صالح زعل شويه وقال لك لا انا. المهم فضل الدكتور حسن ما دام قدم نفسه للناس يكمل حتى لو مش هيوافق هيخسر وصالح كسب. ويا اخي برضو عادة أهلوية إن الحكاية مش خناقة على كرسي، طرح نفسه فقال أبقى مطروح، ولا يطرح أيضا صالح سليم رحمه الله. حضرتك بتطمن الناس إن محمود طاهر يعود لصالح الأهلي حتى لو لا إن صالح الأهلي إنه ياخد المجلس ده ويمشي هياخده ويمشي. آه في عبارة الله عليك يا كابتن، في عبارة مهمة أوي يا كابتن عصام، الأهلي يمرض ولا يموت. الله، ده كلام مهم. وأعتقد الأهلي فعلا هو الأبقى، هو الأدوم، هو يعني ربنا فوق، واحنا اتعلمنا ان القلعه دي ما تتهزش. وهو اللي صنع نجوميه هذه الاسماء والناس دي الحقيقه في القلب منهم محمود طاهر، عارفين ده كويس، ودايما بيسبحوا بحمد الاهلي في الدنيا طبعا وفي الكره وفي عالم الشهره والرياضه. عايزين نروح بقى المنتخب مدام طمنت جمهور الاهلي انه هذا الرجل يعمل لصالح الاهلي حتى لو راى انه لازم ياخد المجلس ده ويغادره، هيكون هو الفاعل، مش هينتظر لحركه تمرد ولا كذا. واكد لك اني قابلت الخطيب وقال العجب هم دول ابناء النادي الاهلي في عزاء لصديق مشترك، وقال لي كلمنا عن اي حاجه غير اللي انت بتقوله ده. مين يقول ان لجنه حكمه او محمود الخطيب او حتى الكابتن حسن حمدي يبقى عاجبهم كده ولا عايزين يدوروا عن دور في الوقت ده؟ دي حاله طبعا حاله كبيره وحاله عظيمه، الناس ربما أهلوية لا تتكرر الا في الاهلي. يعني الناس دي اهلاويه، نقول قديسين اهلاويه. انت بتقولها دايما في محراب الاهلي، محراب الاهلي. الحقيقه اللي انا قلت اسمائهم دولت كويس، حسن حمدي، محمود الخطيب، حسن بدون رتب وبدون القاب طبعا، محمود الخطيب، حسن حمدي، حسن مصطفى، لو حتى عدل القيعي، الناس ديت عشاء يعترفوا طبعا. الكابتن طارق سليم ربنا يديله الصحه، يعترفوا ان الاهلي هو بيتهم الاول، عشاء الاهلي هو اسرتهم الابتدائيه. هم يا راجل الناس ديت ولغايه دلوقتي بيقضوا وقت في الاهلي اكتر ما بيقضوه في بيوتهم. صحيح. يوم ما بيحب الخطيب وهو ربنا يديله الصحه ويشفيه ويكمل له شفاء على خير، يوم ما بيحب يستنشق هواء نقي ما بيروحش نادي الجزيره ولا نادي الصيد ولا يروح نادي الاهلي. وعشان كده يقول لك ايه ده الخطيب جاي عشان مش لا جاي يشم هواء نقي. تعال نبارك للكابتن خطيب، بقى جد للمره السادسه، حفيد جديد من حكم جوز واحدة من بنات الخطيب بدون تسمية. الخطيب جده للمرة الستة، لسه فاكرها الوقت لأن عرفتها من 24 ساعة. مبروك يا جده خطيب يا حبيب الملايين، حتى وانت جده خطيب. عايزين ناخدك بقى ونروح